شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كيلومتر وسباق التأهيلي الدولي والمحلي لمسافة 48 كيلومتر والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني والفروسية وسباقات القدرة وذلك عن قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة. لدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى مشيدين بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن دعم وتشجيع جلالته وسموه لرياضة الفروسية. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى جلالة الملك المفدى إيجازا حول مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وضع كافة الاستعدادات والترتيبات أمام فرسان البحرين للمشاركة في هذا السباق. وقدم الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية رئيس المجموعة العربية السابعة للاتحاد الدولي إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جائزة التميز من المجموعة العربية السابعة للاتحاد الدولي وهي جائزة التميز لأفضل فارس عربي لعام 2016 وذلك عن فوز سمو الشيخ ناصر بالمركز الثالث لبطولة العالم للقدرة في سلوفاكيا. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره على هذه الجائزة متمنيا لرئيس المجموعة العربية السابعة للاتحاد الدولي دوام التقدم واستمرار النجاح.
كما قدمت إلى جلالة الملك المفدى هدايا تذكارية. كما تبادل جلالة الملك المفدى الأحاديث مع الفرسان متمنيا لهم كل التوفيق في هذا السباق. بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى منافسات السباق. وبهذه المناسبة هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله جميع الفرسان الفائزين في هذا السباق الذي شهد منافسة قوية وما حققوه من مستويات ونتائج طيبة أهلتهم لهذا الفوز. وأشاد جلالته بالجهود المتواصلة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في سبيل تطوير رياضة سباقات القدرة والوصول بها إلى أفضل المستويات والارتقاء بهذه الرياضة العربية والمحافظة على موروثاتنا الأصيلة. مقدرا جلالته كذلك جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية في تنظيم هذا السباق وتهيئة أفضل الإمكانيات أمام فرسان المملكة وتطوير هذه الرياضة التراثية العريقة. كما أشاد جلالة الملك المفدى بالمشاركة المتميزة والناجحة لفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السباق والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة الرياضية والشبابية. كما أعرب العاهل المفدى عن تقديره لما حققه فرسان البحرين من نتائج طيبة في هذا السباق مختلف السباقات ترجم مدى قدرتهم وكفاءتهم في هذه الرياضة العربية، شاكرا الجميع على جهودهم في إنجاح هذا السباق وإظهاره بصورة مشرفة ومتمنيا لهم دوام التوفيق خدمة لرياضة سباقات القدرة. ابو حمد ناموس، والله لنا ناموس لنا الحمد لله، والله ان احنا فرحانين ومتنومسين الحمد لله. الحمد لله طول العمر الاداء المرحله الاخيره كانت صعبه الحمد لله على كل حال ممشى وتنافس ويعني محك حقيقي بين ابطال وبين خيل تسوى، وهذا الحمد لله طلع من ضمن الابطال وصف روحه من ضمن الابطال وشرفنا في البحرين، ومثل ما صرحت لك امس بتفوزون بس مو بالساهل. والله العظيم يا ابو حمد انه مو في السؤال، حتى في الاستديو كانوا يتكلمون الفوز كان حاطين العين على الحصان اللي عندك لانه ما شاء الله كان منطلق وكان متصدر المرحله قدامه، يحاولون يدفعون رغم انه واحد بند تميته على واحد. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ترى انا رافعين الراس اليوم ومستانسين، والله يعلم الله ان احنا فرحانين جدا بهالاداء هذا. هاي شيء مو بغريب ترى صراحه، اليوم عليك طول العمر وعلى الملك حضوره ولما شفناه اليوم هذا روحه كم يستدر هذا ناموس. ما في شيء غريب اليوم، الفوز لكم والمنافسه والشريفه والحك اللي وياكم دائما يجي من نحن واحد طول العمر، ناموسك ناموسنا يا طويل العمر. مشكور يا اخوان، مشكور ما قصرت، مشكور مشكور. بعد ذلك توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، قائد اسطبلات الخالدية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة، الفارس راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة الفائز بالمركز الأول،
والفارس جعفر ميرزا من الفريق الملكي البحريني الفائز بالمركز الثاني، والفارس منصورة الفارسي من دولة الإمارات العربية المتحدة الفائز بالمركز الثالث. نعم المركز الثالث، ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الفارس منصور سعيد من MRM، هذا الانتصار الرائع والعودة إلى منصات التتويج عبر بوابة لرزاك، يعني من خلال انتصار رائع وهذا الجواد الرائع من خلال فوزه في بطولة سيد الوالد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يذهب إلى فريق فيكتوريز مع فارس الغربية جعفر ميرزا. نبارك لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة على هذا الانتصار وحصولهم المركز الثالث بتحدي رائع. نعم مشاهدينا الكرام هذا هو جعفر ميرزا والحاصل على المركز الثاني، نعم وانتصار رائع. والمركز الأول مشاهدينا الكرام يذهب أيضا إلى M7 مع راشد المزروعي، ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا حضور المدرب محمد السبوسي. نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذا الانتصار وحكام دولة الإمارات وهذا الانتصار الرائع. كما توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد للفروسية وسباقات القدرة، توج الفائزين في سباق جلالة الملك الفدى للناشئين. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة عن خالص شكره وتقديره إلى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمة لسباق جلالته للقدرة والتي شكلت حافزا كبيرا أمام جميع الفرسان من أجل تقديم أفضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف في أقوى سباقات الموسم للقدرة، مؤكدا سموه أن رعاية جلالته تأتي استمرارا للدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الفارس الأول لرياضة القدرة في المملكة والتي حقق أبطالها العديد من الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة. وأعرب سموه عن سعادته الكبيرة للمستوى الفني المميز الذي ظهر عليه السباق، مؤكدا سموه أن ما قدمه الفرسان يعكس مدى قوة المنافسة في بطولة كأس جلالة الملك للقدرة والتي أصبحت واحدة من السباقات الدولية القوية. وهنأ سموه الفرسان الفائزين معربا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة ومؤكدا الدور البارز في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين. ومن جهته أشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد إسطبلات الخلدية أن سباق كأس جلالة الملك المفدى شهد نجاحا كبيرا، مشيرا سموه إلى أن الرعاية الملكية السامية ساهمت في إعطاء جميع الفرسان دافعا قويا ما ساهم في الإثارة والندية في السباق والحرص على الظفر بالمراكز الأولى. وأشاد سموه بمشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة والفريق الملكي والإسطبلات المحلية الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في السباق الأغلى. وأعرب سموه أيضا عن سعادته بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان في سباقي العموم والناشئين، مؤكدا سموه أن الأبطال حققوا المراكز الأولى بكل جدارة واستحقاق، مشيدا سموه بالمستوى التنظيمي الكبير والجهود المتميزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة، بالإضافة إلى جميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة ما ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير. من جانبه أعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى، مؤكدا أن رعاية جلالته كان لها آثارا إيجابية على السباق في كافة النواحي، مشيرا إلى أن السباق جاء قويا في جميع مراحله. وأكد سموه أن الاتحاد الملكي وجميع لجانه حرصوا على الإعداد المتميز للسباق وفقا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك لإنجاحه من كافة النواحي التنظيمية. هذا وحقق المركز الأول على مستوى الناشئين الفارس حمد الجناحي من إسطبلات الخلدية، وفي المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الثالث الفارسة دانا المنغدير الدوسري من إسطبل فيكتوريس للفريق الملكي.
المتوقع ان الامارات تفوز، لكن احنا صرحنا امس بالقنوات الاماراتيه راح تفوز الامارات، لكن مو بالساحل. الحمد لله على كل حال فزنا فوز طيب جدا، المركز الثاني لمملكه البحرين، مسافه قريبه جدا لافضل خيول دوله الامارات. يعني المنافسه كانت قويه من الصبح، بغينا نفوز، لكن يعني هذا بالنسبه لنا صراحه فوز وعطاء جيد من الفرسان البحرينيين ايضا اليوم. يعني طبعا كاس الملك اهم كاس عندنا، اذا ما نيجي جاهزين متى نجهز؟ فبغينا نعطي كل ما نملك من قدره وطاقه، والحمد لله على كل حال. من احسن اقوى البطولات اللي عندنا في البحرين، ونبارك حق سيدي جلالة الملك وناصر اخوي على المركز الثاني. السرعه هذه هي في البحرين، ما تغير سواء الامطار ولا هواء ولا غبار، السرعه هذه والحمد لله على كل حال. نعم، اعتقد وجود فارس اماراتي ينافس الفارس البحريني تاكيد على وصول رياضه القدره الى مراتب عليا بين البحرين والامارات. نعم الحمد لله، يعني المنافسات في البحرين زادت كلها بفضل الله ثم فضل ناصر اخوي على تدريبه ومتابعته الدائمه اللي في التمارين الخيل، والحمد لله هذا اللي بين من الانجازات والمراكز والسرعات كلها متقدمه.